هكذا بدت غالبية مساجد مدينة المكلا يوم أمس الجمعة، مغلقة الأبواب خالية من المصلين. هي أول جمعة تشهدها المدينة منذ أن دخل قرار إغلاق المساجد وتعليق أداء الصلوات فيها حيز التنفيذ، خشية أن تسهم في تفشي عدوى فيروس كورونا. أجهزة الأمن والشرطة كانت حاضرة للتعامل مع المخالفين لهذا القرار واحتجازهم. حتى اللحظة لم تعلن اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة بساحل حضرموت عن رصد أو تسجيل أي حالة مصابة أو حتى مشتبه بإصابتها بالوباء. المواطن لو عنده قرش ما يخرج المستشفى لما يدقر. بيد أن هذا لم يمنع الجهات الحكومية المحلية من القيام بعدد من التدابير الوقائية الاحترازية، منها القيام بعمليات رش بالمعقمات في التجمعات السكانية والأسواق التجارية والأماكن العامة. المكلا، الغيل، غيل بوزير، الشهر، الريدة وقصيعر، الديس، الحامي، حجر، بروم ميفع، كل مديريات ساحل حضرموت سيتم تغطيتها في هذه الحملة. الحملة واسعة. الرش بمادة الكلور أو الكلور هكسيديل أو غيرها من المواد المعقمة، سوف ندخل كل الأماكن العامة مع أخواننا في صندوق النظافة، فسوف تكون حملة على مستوى كل مدن ساحل حضرموت. أخواننا في البرنامج السعودي كان لهم سبق في هذا الجانب، تدخلوا معنا بشكل كبير في هذا الجانب، ونامل منهم أن يستكملوا بقية التدخلات المطلوبة في حضرموت. وتتزامن هذه الإجراءات وإطلاق محافظ حضرموت دعوة استغاثة يناشد من خلالها الحكومة والمجتمع الدولي لمساندة إدارته المحلية التي قال إنها تقف عاجزة مكتوفة الأيدي أمام تهديدات الوباء. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، المكلا.